أرني الانتقام الذي يحل بهم من جهتك، لأني قد فوضت حكمي لك. لذلك هذا ما يقوله الرب الإله على رجال عناسوس الذين يطلبون نفسي، القائلين لا تتنبأ باسم الرب إلا تموت بعيدين. هوذا أنا سأرسل عليهم هلاكا، فيسقطون شبانهم بالسيف ويموتون بنوهم وبناتهم بالقحط، ولا تكون لهم بقية، لأني منزل الشرور على السكان بعناسوس في سنة افتقادهم. عادل أنت يا رب، وإن حاجتك لكني أتكلم بالحكم أمامك. لماذا تنجح طريق المنافقين وجميع العصاة الذين لا يطيعون مخصبين؟ غرستهم فتأصلوا وولدوا أولادا ونموا وأثمروا. أنت قريب من أفواههم بعيد عن كلاهم، وأنت يا رب قد عرفتني واختبرت قلبي. طهرهم في يوم ذبحهم. إلى متى تحزن الأرض وييبس كل عجب الحقل من شر ساكنيها؟ فنيت البهائم والطيور لأنهم قالوا أن الله لا يرى طرقنا. إن جريت مع المشاة فأتبعك، فكيف تبير الخيل؟ وإن كنت توكلت على أرض سلامتك فكيف تعمل في علو الأردن؟ لأن إخوتك وبيت أبيك قد غدروا بك هم أيضا، وهم صرخوا وراءك بالقبيح، فلا تأمنهم إذا كلموك بالخير. هجرت بيتي وتركت ميراثي وأسلمت نفسي الحبيبة ليد أعدائها. صار لي ميراثي كالأسد في الغياض، رفعت صوتها علي من أجل ذلك أبغضتها. هل ميراثي هو جحر ضبعة أو هو قبر؟ انطلقوا إليها وإلى ما حولها وأجمعوا جميع وحوش الحق ليأتوا ويأكلوها. رعاة كثيرون أفسدوا كرمي ودنسوا نصيبي وجعلوا نصيبي الحسن موضع برية خربة، جعلوه خرابا ينوح علي وهو خرب. فسدت كل الأرض فسادا لأنه ليس إنسان جعله في قلبه. على جميع الروابي في البرية أتى الناهبون، لأن سيف الرب يأكل من أقصى الأرض إلى أقطارها، ولا يكون سلاما لأحد من البشر. زرعوا حنطة فحصدوا شوكا ولم ينتفعوا بميراثهم، وخذوا من افتخارهم ومن الهوان أمام الرب مجدا للثالوث الأقدس. من زكريا النبي بركاته على جميعنا آمين. وسيأتي الرب إلهي وجميع ملائكته معه، وفي ذلك اليوم إنه لا يكون نور فالبرد وصقيع يكون في يوم واحد، وهو معروف للرب، لا نهار ولا ليل، بل يحدث أنه في وقت المساء يكون نور، ويكون في ذلك اليوم مياه حية تخرج من أورشليم، نصفها الأول إلى البحر الشرقي ونصفها الآخر إلى البحر الغربي، ويكون هكذا في الصيف وفي الخريف، ويكون الرب ملكا على الأرض كلها. وفي ذلك اليوم يكون الرب واحدا واسمه واحد، ويحيط بكافة الأرض والبرية من جبع إلى أرمون بجانب أورشليم الأيمن، وتعمر وتستقر الرامة في مكانها من باب بنيامين الأول إلى باب الزاوية وإلى برج حنائيل إلى معاصر الملك، فيسكنون فيها ولا يكون بعد العام، وتسكن وتكون أورشليم مطمئنة مجدا للثالوث الأقدس. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي في الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين.
توك تاتي قوم نمبي او نمبس مو نمبي اما شايني من باشوي سيسوس بكريستوس باسو تيرن اغاسوس تاقو نمبا اسمو بيب شوي سفشو بيني يفسو تيريا اف او سوك تاتي قوم نمبي او نمبز مو نمبي عماي شايني امين يا لاي سوك تاتي قوم نمبي او نمبز مو نمبي عماي شايني امين مانويل بن نوتي بن اورو تاتي قوم نمبي او نمبز مو نمبي عماي شايني امين باشو توز بخريستوس باسو تير ناسوس تاغو نمبا اسمو بيبشو يسب شو بيني افسو تيري او افسو كتتيغو نمبي او نمبي اسمو نمبي اما اشاهي نعمي كريا لايسون سو كتتيغو نمبي او نمبي اسمو نمبي اما اشاهي نعمي نمانو البن نوتي بن اورو سوك تاتي قوم نمبي او نمبي زمو نمبي اما شايني من باشوي سيسوس بكريستوس باسو تيرن اغاسوس تاقوم نمبا اسمو بيب شوي صفشو بيني يفسو تيريا اف او سوك تاتي قوم نمبي او نمبي زمو نمبي اما شايني امين كريا لاي سول سوك تاتي قوم نمبي او نمبي زمو نمبي اما شايني بن اورو سوك تاتي هم به او نم بس مو نم باماهي شايني امن باشو هو الرب وصالح.
عنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي في الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالحياصة ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد، أمين. Oh.
أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب عن خلاص جنسنا، فتنسمها أبوه الصالح وقت المساء على الجلجسة.
الطاعة سأشفي من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل فيليبي بركاته على جميعنا آمين. لا ينظرن أحد إلى ما هو لنفسه بل فلينظر كل واحد إلى ما هو لغيره أيضا. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا الذي إذ هو في صورة الله لم يكن يحسب مساواته لله اختلاسا لكنه واضع ذاته آخذا صورة عبد سائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع ذاته وأطاع حتى الموت موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض
ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب المجد الله الآب، نعمة الله الآب فلتحل على جميعنا آمين. او في اي طب جمتي بو اي مبو مخنت صادكس اي مبنا فين اقبب سيتي اس فيتين خوتي فين من لو جسموس ان سوماتيكون او بخريستوس بنوتي اوه الله مين او بطف جمتي بامر مخن صارك امر ناوي اقبب سيتي ايش بيتي Logismus in somaticum obi Christus venuti ovo nami. من ذاق الموت بالجسد وقت الساعة التاسعة من أجلنا أمت حواسنا الجسمانية أيها المسيح إله ونجينا. من ذاق الموت بالجسد في وقت ساعة التاسعة من أجلنا أمت حواسنا الجسمانية أيها المسيح إلهنا ونجينا. فلتدنو وسيلتي قدامك يا رب كقولك فهمني فلتدخل طلبتي إلى حضرتك ككلمتك احييني. المجد للأب والإب والروح من أسلم الروح في يدي الآب لما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة وهديت اللص المسلوب معك للدخول إلى الفردوس لا تغفل عني أيها الصالح ولا ترزلني بل قدس نفسي وضئ فهمي واجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحيية لكي إذا ما زقت من إحساناتك أقدم لك تسبحة بغير سكوت مشتاقا إلى بهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجينا. الآن وكل أوان
جئت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح وقتلت الموت بموتك وأظهرت القيامة بقيامتك. لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك، اظهر محبتك للبشر أيها الصالح، واقبل من والدتك شفاعة من أجلنا. نجي أيها المخلص شعبا متواضعا، لا تتركنا إلى الانقضاء ولا تسلمنا إلى الدهر، ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسا الآن وكل أوان وإلى دهر الظهور. آمين. أما أبصر اللص رئيس الحياة على الصليب معلقا، قال لولا أن المصلوب معنا إله متجسد. ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ماجت مرتعدة، لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. المجد للآب والإبن والروح القدس. يا من قبل إليه اعترافا اللص على الصليب، اقبلنا إليك أيها الصالح، نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا، نقر بخطايانا معه معترفين بألوهيتك، ونصرخ معه جميعا، اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك. الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. آمين. عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي مخلص العالم معلقا على الصليب، قالت وهي باكية: أما العالم فيفرح لقبول الخلاص، أما أحشائي فلتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي. آه.
Yeah.
خنبائي
Καταξίωση ημέρας της ακρόασας του Άγιου Ευαγγελίου Κύριον και των Θεών ημών και τύψουμεν σοφία όρση ακούσουμεν το Άγιο Ευαγγέλιο وأنغنس سيفلق بفانجيليو اسواب كاتا مسيون اجيو زوكساسي كيري سيتي شوبي أفوشي فولنجي إيسوس خين أونشتين أخرو أفقو إموس جي ألوي ألوي إلي ما سافاك ثاني إيتي فايبي بنوتي بنوتي اسفي وعكاتن سوق هانون زي فول خينيت اوهي ايراتو اماف ايطاف سوتيم ناف جو اموز جيف موتي او فيليس اوشتم بفانجليونيس اوهب كاتا ماركونا جيو دوكسا سيكيري سيتي فوشي فولن جيسوس خنونشتي انزمي جيلوي لوي لعما سبكساني ات بفوهم بجي بنوتي بنوتي ازبي وعكات انسو اوانو ننتني اتوي ارانتو اتانسو تيم نفقو Μόζε ανάβα μότι ο βεηλία σε τα βυσόγγι δεν σε ο αιαβμό εν ω σφέγγο σενέ. Αυτάλο σε γεν ο κάσια φετσό εγώ εμό ζε καβέτε να βινιρία σε νόη εν τεβεχρήτε εν φεχρή. Ίσως δε αυμότη αν μοσχείς μη ευτιμ μη εμπνεύμα ως την Βαγγελίος εσώβαμ καταλόκαν Αγίου. Δόξα σοι Κύριε. Κατά βιτασμά, εν τε πιερβε φόχεν ευμητή, ο εταυμούτην τζε Ιησούς, χέν ονεστή εν εσμή, μπεγάβγη μπαβαιότη εμπα εμπνευμά, εν εχρή εν εξής, Πάει δε τα βοβαυτήν μπεμπνεύμα, ως την πεφαγγελιον εσόβ, κατά Ιωάννην Αγίου. Δόξα σοι Κύριε. Ε,
عايزي طافنا فنجي سوجي هزي هوب نيفن جو كيفول هنا انتني غرا في جو كيفول بيقف جيتي اوفيني اون اومو كيزي اف من همن جيف كي ان اخريف مو ان اوصفو نوغوس ان همك افطالوف اجن اوهيسيوس Ostevan ambep angeliones o sa sin kereye من مزامير أبينا داود النبي والملك بركاته علينا آمين اللهم احيني فإن المياه قد بلغت إلى نفسي وتورطت في حمأة الموت وجعلوا في طعامي مرارتان وفي عطشي سقوني خلان الليلويا ليتراءف الله علينا ويرحمنا ويجعلنا مستحقين لنسمع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين فلما كانت الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا إيلي إيلي لما شبقتني أي إلهي إلهي لماذا تركتني فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا أنه ينادي إيليا وللوقت ركض واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبا وسقى وأما الباقون فقالوا دعوه لننظر هل يأتي إلي لينجيه فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح والمجد لله دائما وأيضا من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري مرقس البشير بركاته على جميعنا وفي وقت الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا أولوي أولوي لما شبقتني الذي تفسيره إلهي إلهي لماذا تركتني فقال قوم من الحاضرين لما سمعوا انظروا هو ذا ينادي إلي فأسرع واحدا وملأ إسفنجة خلا ووضعها على قصبة وسقاه قائلا اتركوه لنرى هل يأتي إلي لينزله فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح والمجد لله دائما وأيضا من إنجيل معلمنا ماري لوكا البشير بركاته على جميع فأظلمت الشمس وانشق حجاب الهيكل من وسطه ونادى يسوع بصوت عظيم وقال يا أبتاه في يدك أستودع روحي ولما قال هذا أسلم الروح والمجد لله دائما وأيضا فصل من إنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير بركاته على جميعنا وبعد هذا لما رأى يسوع أن كل شيء قد كمل فلكي يتم المكتوب قال أنا عطشان
وكان إناء موضوعا مملوءا خلا، فملوا اسفنجة من الخل ورفعوها على زوفا وقدموها إلى فمه. فلما ذاق يسوع الخل قال قد أكمل، وأمال برأسه وأسلم الروح. والمجد لله دائما في نفران تاتري التاسعة من يوم الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة التي لمخلصنا الصالح بركاته علينا أمين. من جيل إلى جيل سنوك لن تبلى، ومن قبل الشمس كان اسمك، فهو ذا أراك اليوم معلقا على الصليب يا ضابط كل المسكونة. كيف تجرأ عليك المخالفون الذين هم صنعتك أيها الفاخوري، يا من جذب إليه كل المجروحين وشفيت جراحاتهم أيها الطبيب الحقيقي. علقوك على خشبة مثل فاعل شر، أعني الشعب المملوء إثما، أولئك الذين رفعوا أصواتهم الشريرة وقالوا ليس لهم ملك إلا قيصر. فلما كان وقت الساعة التاسعة ومخلصنا معلق على الصليب، ففتح المخلص فاه باللغة العبرانية هكذا قائلا: ألوي ألوي لما سبقتني، حتى خاف جميع الذين كانوا حوله. الذي هو إلهي إلهي أنظر إلي، هكذا مكتوب في المزمور. فلما قربت منه الساعة التي يعرفها هو وحده أجاب وقال: الآن أنا عطشان، لأنه هو كان يعرف الذي كتب من أجله. فأخذ واحد إسفنجة فملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه، فلما ذاق الخل قال: قد كمل. قول داود في المزمور: ومن بعد الخل أمال رأسه وصاح بصوت عظيم وأسلم الروح. من يبشر المسبيين بالذي ذاق الموت عنهم؟ ومن الذي يسبق إلى الفردوس فيهيئ الطريق للملك؟ افرحوا اليوم أيها الأبرار والأنبياء والبطارقة والصديقين والإنسان الأول الرأس الذي عتق في الحلم. قد تجدد اليوم بالإنسان الجديد الذي قتل الموت وأبطل عزة وشوكته. المرة وشوكته المرة كسرها وقطعها الله الكلم بكمالها
ومضى إلى الجحيم بالنفس التي أخذها من طبيعة آدم وجعلها واحدا معه، والنفوس التي كانت في السجن أصعدها معه كعظيم رحمته، والعدو الأخير الذي هو الشيطان قيده بالقيود والسلاسل. فلما رآه البوابون الأشرار والقوات الكائنة في الظلمة هربوا ولم يطيقوا الثبوت، لأنهم عرفوا قوته وقصرت جبروته، فكسر الأبواب النحاس بسلطانه، والمتاريس الحديد سحقها. وأما المسبيون إزرأوا الرب يسوع مخلص نفوسهم، صرخوا بصوت قائلين: حسنا جئت أيها المنقذ عبيده. ثم أمسك أولا بيد آدم فاكتذبه وأصعده وبنيه معه وأدخلهم إلى الفردوس مسكن الفرح والراحة. المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا لكي بآلامه يخلصنا، فلنمجده ونرفع اسمه، لأنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته. بكريستوس إن صوتير في أفشي اطلبوا لكي يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلب القديسين منهم الصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن سلام الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، خلاص الله في الشوب والطمأنينة بكل موضوع ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن آبائنا واخوتنا المرضى بكل الأمراض في هذا الموضوع في كل مكان، لكي ينعم الرب إلان عليهم وعلينا بالشفاء والعافية ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن آبائنا واخوتنا المسافرين والذين أضمروا السفر في كل مكان، ليسهل الرب طرقهم أجمعين، إن كانوا في البحار أو الأنهار أو الينابيع أو الجو أو الطرق المسلوكة، والذين جعلوا سفرهم بكل وسيلة لكي يرشدهم الرب إلينا إلى مساكنهم بسلام ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن أهوية السماء سماوات الأرض والأشجار والكروم
وكل شجرة مثمرة في المسكونة كلها لكي يباركها المسيح إلهنا بسلام ويغفر لنا خطايانا. كيريا ليسون. صلوا واطلبوا لكي يعطي الله رحمة ورافة أمام السلاطين الأعزاء ويعطف قلوب المتولين علينا بالصلاة في كل حين ويغفر لنا خطايانا. كيريا ليسون. صلوا واطلبوا عن آبائنا أخوتنا الذين رقدوا تنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البعد، أبانا البطارك، أبانا المطارنة، أبانا الأساقفة، أبانا القمامسة، أبانا القصوص، وأخوتنا الشمامسة، أبانا الرهبان، وأبانا العلمانيين، وعنياح كل الذين رقدوا من المسيحيين لكي ينيح رب إلهنا نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا. كيريا ليسون. صلوا واطلبوا عن المهتمين بالصعاد والقرابيم والخمر والزيت والبخور والستور وكتب القراء وكل أوان المسبح لكي يعوضهم رب إلهنا عن أتعاب في أورشليم السمائية ويغفر لنا خطايانا. كيريا ليسون. صلوا واطلبوا عن مواجي شعبنا لكي يباركهم رب إلهنا يفتح عيون قلوبهم ويثبتهم في الإيمان ويرزق لنا النفس الأخير ويغفر لنا خطايانا. كيريا ليسون. صلوا واطلبوا عن طمأنينة هذه الكنيسة وكل الكنائس وكل أديرة الشعوب ويرزق سيرة في البلاد والشيوخ السكان فيها وعن طمأنينة كل العالم معا لكي يحفظنا الرب إلهنا وإياهم من كل شر ويغفر لنا خطايانا. كيريا ليسون. صلوا واطلبوا عن حياة وقيام أبينا المكرم رئيس الأساقفة البطريرك لامباتوادروس الثاني لكي يحفظ الرب لنا حياته يثبته على كرسي سنين عديدة وأزمنة سالمة هادية مديدة يغفر لنا خطايانا. كيريا ليسون. صلوا واطلبوا عن أبائنا المطارنة والأساقفة الأرثوذكسيين بكل مكان والقمامسة والقصوص والشمامسة وكل طغمات الكنيسة لكي يحفظهم المسيح لنا ويقويهم ويغفر لنا خطايانا. كيريا ليسون. صلوا واطلبوا عن اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين لكي يباركهم رب إلهنا وكملهم بسلام ويغفر لنا خطايانا. كيريا ليسون. صلوا واطلبوا عن تدبير البيعة المقدسة وكل رتب الكهنوت لكي يباركهم الرب لنا وقويهم ويغفر لنا خطايانا. كيريا ليسون. صلوا واطلبوا عن كل نفس لا تعب في الكنيسة المقدسة ومع الشعب الأرثوذكسي لكي يصنع الرب إلهنا معهم رحمة واغفر لنا خطايانا. كيريا ليسون. صلوا واطلبوا عن محب المسيح الرؤساء الذين أمرونا نذكرهم بأسمائهم لكي يباركهم الرب إلهنا يذكرهم بالرحمة ويعطيهم النعمة أمام السلاطين الأعزاء ويغفر لنا خطايانا. كيريا ليسون. صلوا واطلبوا عن المساكين والفلاحين والضعفاء وكل نفس متضايقة بكل نوالك يترافع علينا الرب إلهنا وإياهم ويغفر لنا خطايانا. كيريا ليسون. صلوا واطلبوا عن المتضايقين الذين في السجون وفي المطابق والذين في النفي أو السبي والمربوطين من جهة ربطات الشياطين لكي يعتقهم الرب إلهنا من متاعبهم ويغفر لنا خطايانا. كيريا ليسون. صلوا واطلبوا عن النفوس المجتمعة معنا اليوم في هذا الموضع يطلبون الرحمة لنفوسهم لكي تدركنا مراحم الرب إلهنا وإياهم ويغفر لنا خطايانا. كيريا ليسون. صلوا واطلبوا عن الذين أوصونا أن نذكرهم كل واحد باسمي لكي يذكرهم الرب إلهنا بالصلاح في كل حين ويغفر لنا خطايانا. كيريا ليسون. صلوا واطلبوا عن صعود مياه الأنهار في هذه السنة لكي يبارك المسيح لنا ويصعدها كمقدارها يفرح وجه الأرض بالنيل يعوننا نحن البشر يعطي النجاة لشعبه والدواب ويرفع عن العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء
يجعل الهدوء والسلام والطمأنينة في البيعة المقدسة، يرفع شأن المسيحيين في كل مكان وفي كل المسكونة للنفس الأخير، ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن هذه البسخة المقدسة التي لمخلصنا الصالح لكي يكملها لنا بسلام، يرينا بهجة قيامته المقدسة ونحن جميعا سالمين، واغفر لنا خطايانا. نوتين عينان سيشون ايرون اريئون عيني انت كمت اورو امين كي المسيح إلهنا الحقيقي الذي قبل الألم بإرادته وصلب على الصليب من أجلنا، يباركنا بكل بركة روحية ويعيننا ويكمل لنا البسخة المقدسة ويفرح قيامته المقدسة سنين كثيرة وأزمنة سالمة بالسؤالات والطلبات ترفعها عنا كل حين، والتي لها قديسة طاهرة مريم الثلاثة العظماء المنيرين ميخائيل وغبريل ورفائيل وكل مصاف الملائكة وكل الطغمات السمائية، صلوات رؤساء الآباء والأنبياء والرسل الشهداء والمعترفين وكل بس الصليب الأبرار، وبركة ملك هذا اليوم الطاهر وبركة هذه البسخة المقدسة التي لمخلصنا الصالح، بركتهم المقدسة ونعمتهم وعونتهم وموهبتهم فلتكن معنا كلنا من بخريستوس بالنوتي. يا المسيح إلهنا ملك السلام، أعطنا سلام أقرب سلامك، واغفر لنا خطايانا لأن لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة للأبد أمين. اللهم اجعلنا رب مستقي قلب الشكر. أبانا الذي في السماء يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطينا اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين.